السلام عليكم البنات، هنرجع لكم فيديو جديد غادي نوريكم فيه طريقه سهله وهي الصباغه على التوب الباتروليف. ما تنساوش ديروا لي جيم وتابوناو وخليوا لي اقتراحات ديالكم في الكومونتير ونخليكم مع الفيديو. غادي نحتاجوا فيه توب، ونحتاجوا واحد الرشمه ديال البنيتات، ونحتاجوا الكربون. غادي ناخذوا التوب وغادي ناخذوا الرشمه وغادي نحاولوا نديروها هكا في الوسط كما بغيتو، المهم هي اللي غنحاولو ديرها في الوسط. شدوها بالفنيتات، غنحاول ندير لكم طريقة مبسطة سهلة باش تكون في متناول الجميع. غادي ناخدو هنا ساليتها، نزولو الفنيتات، نزولو الرشمة، هانتوما هيا دي تتبان لكم مزيان. دابا غادي نحاولوا غادي نديروا لها الباتروليف. الباتروليف هو واحد الكونفلاج، غادي نحاولوا الكونفلاج هو واحد الصباغه تتجي من فوقها. باتروليف هادي 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 باتروليف، صباغه خاصه. هانتوما هي لي شويه كي دايره، هانتوما شويه كي دايره، هي راه ثقيله. نحاول نخدم بانسو رقيق زيرو، نحاولوا هذا اليونيكورن، هذا اليونيكورن هذا اللي هنا نحاولوا نعمروه. نتمنى يكون تيبان لكم مزيان مع الظل. غاديش نعمر كلشي، ها البنيتات تيبغيو هادشي، يمكن لكم هادشي تصوبوه. دي كوسان بوغ لي شومبر ديال لي في، طابلو ولا في تيشيرت ولا في الجليلبات ولا بحال دابا الطابليه، اي حاجه بغيتو تصوبوها يمكن لكم تصوبوها. القرين ديالو هو صوبتو له. دابا هنايا غادي نصوب عاوتاني هاد الشعير اللي هو هاد هذا، هكا نمشيو بهاد الطريقة. هاد الشعير اللي هنايا هذا هو كامل، وهاد الشعير عاوتاني هنايا اللي هو هاد الشعر ديالو هذا كول. ان شاء الله نوريكم حويجات اخرين وسهلين. حنا نبداو في الاول ان شاء الله غير حاجه اللي هي سهله بالنسبه اللي عمرو ما شد حتى البانسو ولا ما عمرو خدم هذا الشيء، نسهلو في الاول. ها هو دا ساليتو دا. ونسيت ما قلت لكمش بان خصكم تخليو واحد الافتحات صغيورين، المهم هنايا اللي تكونوا تتصوبوا ديال الباتروليف تخليو واحد الفتيحات صغيورين. هانتوما غتعرفو علاش. هاهي هادي ساليتها، نخليوها تيبس. الا كان الحال بارد تتخليوها ليله كامله تتيبس، و الا كان الحال سخون ما بين 3 سوايع 4 سوايع تتخليوها تيبس، ومن بعد غادي نرجع لكم. هاهي هادي و ميم طو هي تتيبس، قلت ارا نصبغ هادو اللي في الجنبات هاد النجيمات، هما دو نديرو لهم الطوغي. في الماء تمسحوهم. هذه بالنسبه انا ساليت هاد النجيمات الدوري. بالنسبه للتوب بيض ما تحتاجوش لاباز ديريكتومون تنديرو لي كولور، مي بالنسبة للثوب مغلوق بحال الكحال بحال الزراق بحال الخضار اللي مغلوقين ضروري خصنا لاباز. لاباز هي الصباغة بيضاء باش يبانو لنا الوينات، ملي تنصبغو تيبانو لنا الوينات. لا صبغنا ديريكت على الثوب مغلوق تيمشي اللون، ما تيبقاش عاطي شي لون، تيبقى عاطي لون واحد. ها
فيها هان هان هاي هادي كملات. دابا انا ندور الصبغه الوجهيه، واخا قلت لكم البيض ما هو الوجه ديالو بالبيض، غادي ندير له البيض مغلوق. ناخذ الحداده، تنسخنوا الحداده، تنديروا عليه واحد الطرف ديال الثوب، الاحسن يكون بيض باش لا كان ماشي اطلاق ولا شي حاجه. تنحددوه، تنحددوه مزيان حتى تنشوفوه كنفخ. ها هو هذا الشكل كيجي. علاش خلينا ديك الفراغ؟ باش يجي بحال الشعر. دابا عاد غادي نصبغو، دابا غادي نبداو نصبغو. غادي ناخذو هادي، هيا فيها لا كولور. حنا غنديرو تقريبا على حساب اللوينات اللي عندكم، غادي نديرو تقريبا. وهم هما دو اللوينات، هما دو تقريبا. القرن هذا الكورن هو هذا. دوري وانتم تبقاو على حسب الاختيار ديالكم شنو ما بغيتو ديروا. اللون عندكم حريه الاختيار، كل واحد شنو تيبغي. نبقاو غاديين على هاد الطريقة، تنساليو، نبقاو في ديك البلايص نتبعو، نتبعو غير الشكل. تناخدو الغوز، هاو هدا، عاود تنصوبو ديك الغوز. أنا كملت الموف و الدوغي. دابا هنا خديت عاود اللوين الخضيطر، المهم هنا عاوتاني هنا نديرو حيت بنيتات يعجبهم لي كولوغ. ما انا ندير هدا صفيفر، ولكن قلت ندير الخضيطر. ما تنساوش بانه هادي لاباتيغ سيغ تيسي، والله العظيم الا بصراحة تلقى راحتي فيها بزاف، تلقى راحتي. تتنسى تتنسى لا كنتي تتفكري في شي حاجة ولا لا، تتنساي كلشي. كاربون صفر باش ما غاديش كله ما غيبقاش في التالي، غنديرو الساغن ما غاديش يبقى. نحاولوا دابا مع هذيك الجنيبات، نحاولوا إذا تكون المساحة كبيرة تنديرو الشيتا اللي واسعة، نديرها النمرة 6 فيهم الأرقام الصغيرة تريبل زيرو، كاين تا تريبل 5، كاين زيرو و 1 و 2 و 3 فيهم جميع القياسات. نبقاو هكا تنصبغو حتى نساليو. أنا واللبس ما تندير في المرمى، تندير في المرمى الا كان شي ثوب، شي ثوب رقيق. مي دابا انا بعض المرات يعجبني هكا تبقى لي الثوب مطلوق حسن. انا عاد تجيني الطريقه تعجبني، تجيني حسن. دابا ناخذ البانسو الرقيق باش نصوبو ديك القنيتات الصغيورين. دابا هاد الجنيبه ديال الجنب ديال العين هات هما دو.
الوجه هو صبغته كله بالبيض، هذا كله صبغ البيض بلاص مع الودينات. دابا صافي تنفينيو نتوما هاد النجيمات، انا زدت لهم شويه ديال التل دا الفاشيون، هاد التل راه فيه الكولا ديالو، متحتاجوش عاد ديرو الكولا وديرو التل، هذا فيه الكولا ديالو صافي تصبغو هكا نيتي بس يعطي البريد. ناخدو هاد الباسو ديال تريبل زيرو، ناخدو هاد الصباغة الغوص، هنا صوبت الودينات هاهما هادو هنايا، نديرو هاد السغن هنايا مع الدورة ديال الفم. هاد السغن هو اللي يعطينا الصورة، تيكملنا الصورة. ضروري الساخن خصو البانسو رقيق يكون. انا ساليتو، هذا هو الشكل النهائي ديالو. ها العين تاهي راه صوبتها الساخن تاهي. تنتمنى يعجبكم. هادي دابا بغيتو ديروها كوسا، هادي تخيطوها ديروها كوسا، بغيتو ديروها طابلو، المهم كل واحد تتبقى كل واحد عنده حرية الاختيار.